القاهرة والناس تقدم من القاهرة أمان الخياط تستضيف تامر الشهاوي صقر المخابرات مصر الآن ومصر غدا بعد أن أعلنت هيبتها في الإقليم شمال إفريقيا تخطف اهتمام الإقليم والعالم من محور سوريا العراق واليمن فما المقصود بتغيير بؤر الصراع من الشرق إلى الغرب وماذا عن اختيارات المعسكر الآخر في مواجهة مصر بين الفوضى أو الاستقرار بشروط التبعية هل يختار العرب الاتحاد للمصالح المشتركة أم تكون مواجهات فردية وما حقيقة دور داعش بعد تفكيك الدول ملفات تفتح مع صقر المخابرات تامر الشهاوي الليلة في 8 مساء في من القاهرة مع أمان الخياط حصرياً على القاهرة والناس أهلاً بكم في العاصمة.